فاوتيل وكباري وانا ما عنديش لاني كبير مش عارف يديكم شويه هذه يديكم هذه يديكم شويه. والله الشيء اللي ما عجبنيش غير المعامله تاع تونس مع الجزائريه فقط شويه. انا مابقاش كيما بكري سيرفور جيب لي المينيو يقولوا بعدوا عليا المينيو انا جيت لكم بكره تاع تونس. والله كل شيء يعجب في تونس كل شيء يعجب في تونس الا تغيرت بزاف. يعني من قبل كورونا وكنت نجو هنا عامل عيل كيف يعني كنا نفرهدوا صح يعني نقدروا نحوسوا نقدروا نشري ونقدروا ناكلوا. درك تغيرت بزاف يعني كلش غلا كلش بالدوبل قلقنا بزاف لان كون احنا ما انتم دراهمكم غاليه علينا طينا احنا صح درنا احنا نقضيو بهم كي نصرفوا احنا بدراهمكم انتم بيت تفتحكم انتم نقدروا نديروا بها والو هنا صح 660 تاعنا نقدر نقضي بها ليه يعني عائله بسيطه بس تعيش بها اسبوع كامل. هذا هو المشكله. وكان حاجه اخرى حبيت نضيفها سي للشعب التونسي يعني حتى لاكوي هذيك تاع بكري كانت مع الجزائريه ما بقاتش يعني ما بقاتش كما نقولوا يفرحوا بينا ما بقاوش كما نقولوا ما لقيناش نحوسوا عندكم احنا خاوه ما بقاش هذيك تاع مرحبا الجزائري لا عاد شويه ما خش كما قلت كما قبل ماشي قادر نوضح اكثر لاني ما فهمش فيها التونسه يعني الترحاب واللاكو هذيك بقاتش كما قبل نقص خلاص بزاف. والله العظيم مش عارف مناش يعني ممكن نحط امور شخصيه امور عامه مش عارف رغم احنا راني يعني نكلفوا نفوسنا ونحبوا نجوا هنايا ونجوا الحمد لله يا اخي نجوا هنا بظهرنا يعني مش حيديروا فينا كما نقولوا يعني حتى امس يعني نقص نهضر نقول لك واش صرا يعني حتى شوك تزيري تزيري بعد شيء يخلق منك بعد تونسي قبل كنت لا كنا خاوة تحبونا وحبوكم وتحبوا بنا وتضيفونا وتكرمونا وما نقص هذيك شوية المعاملة هذه. نعم وهذا هو الشيء اللي كنت الشعب التونسي صح يمر في مرحلة صعيبة كيف الشعوب كل عربية يعني كل عندنا مشاكل في بلادنا كل صح الأصل يعني في الشيء اللي يكون الظروف هذيك اللي تاع شخصيتنا خلاص نحا أطرنا ما نستعملوش مع واحد ضيف كيجيك كل عندنا ظروف ضغوطات يعني معيشة يعني غالية صح وتبدلت الظروف يعني إنسان يعني حتى أنا تونسي مش قال لي يقول يكون يدي 1.5 مليون تونسي ما يقدرش يعيش بها في تونس أنا وهذا هو الصح صعيبة درك صعيبة بزاف حاجة تجي نلمسها نلقاها 6 فوق 7 خطرات حتى باش تشري كاكاوية هذيك قال لي سكر غلا ما يقدرش نشريها رغم يعني بس ما احنا نشريوها نورمال عادي بزيريه يعني كي يجيو نشريوها صح انتم شويه صعيبه يعني ظروف ما نعرف كورونا استغلوها كفرصه للحكام العالميين هم اللي يسيروا في الامور اللي في الاقتصاد تاع البلاد هم اللي حابين الشعب يكون كيما هكا ما فهمتش حتى يعني احنا عندنا لاروتي سكولار كما نقولوا سيف يعني باش يشري واحد لولاده باش يقرا ما يقدرش يعني نفس الشيء. والله الشيء اللي ما عجبنيش فيه غير المعامله تاع تونس مع الجزائريه فقط شويه. انا مابقاش كيما بكري مثلا انا كي نعدي شوف لي الجزائري بعد جاي تقلق شفني الجزائري بعد انا مش عارف يعني شغل هو شوف فيها الجزائري هذا ملك من الملوك هبط باش يعني شوف فيها الجزائري او لبس عليه او الجزائري او بدراهمه او يحوس وحنا في مشاكل وفي ضغوطات احنا هكا احنا هذا لبس عليه جاي فرهد جاي يحوس عنده دراهم عايش مليح وحنا في ظروف صعيبه هذا هو الشيء اللي لاحظته هو يعني كل زي بعضنا كله يعني كيما انتم كيما احنا يعني احنا صيخ عندنا البطاله عندنا غير المعيشه عندنا ظروف صعيبه بزنعربها بزاف تاع البلاد تاع كل شيء. 4 ايام هكا ما نقدرش نعيش اكثر من 4 ايام في تونس. يعني جبت معايا 500 نص مليون والله بدلت بها والو يعني باش نكرم الدار وحاجه ما كان رحت غير في الماكله في الترونسبور باسكو شي نحوس رحت الحمامات رحت سيدي بوسعيد قرطاج حنابعل نشتي نحوسين دور وكلك تعرف فيها مصاريف هذه ماشي ما تجيش وحنا وصينا احنا سي كيجيو جوا بالغلاء حتى في الدخله تاع الحدود عاد يطلبوا علينا في فاكسان يطلبوا لك في تخلص لاكيتونس تخلص يعني ما بقاش كيما بك الانسان يجي يتفرج يعني يشوف فيك دراهم من تدخل وانت تخلص وتروح فضوا فينا لا تحوس مليح الحمد لله معامله في الاوتيل وسي بحقرني اعطاني شمره ماهيش مناحه ما بحث على شكل طواليت عليه قلت له لا قال لي ما عنديش حتى الصباح جيت ناكل والله فرق والله العظيم سامحني فرق بين الجزائري والتونسي انا قلت له اعطيني ناكل اعطاني صحن تاعي فارغ صحن تاع التونسي ما قلت له عليه حقره مش عليه شي جزائري كيما هو كيما هو خليك بدراهم مش حد يدير فيا مزيه ولا
شفت حتى صحن تاعنا والله ما كيما تاع التونسي. قلت له غير ميساج مره شيء عامل، قلت له عاملونا على معامله ملاحه فقط هنا باش نشكو نقدر نجوكم، خاطر نص الجزائريين نسمع فيه في فيسبوك يقول بقاش يدخل تونس، بقاش عاملونا مليح، بقاش غير المعيشه يعني ظروف، نبقى تونس عزيزه عندنا احنا، نجي تونس خير غير ناكل، نحب ناكل. انا سالني الجزائري واش يعجبك في الماكله تاع تونس؟ حاجه عزم حاجه عندك في الماكله تاع تونس؟ قلت له ماكله كامل عشتي ناكلها، ما كانش حاجه فرق على الاخر، كل عز ماكله تاع تونس، حتى خدمت المغرب، كليت برا المغرب صارت عجيب ماكله تاع تونس، احنا نجي ناكل فقط. يا عزنا ما نقول عجه كيف تيجي صحن تونسي، لوبيا خاصه لوبيا، كلشي مليح، كلشي مليح، الطعام الكسكسي كلشي مليح، كلشي بنين، كلشي بنين. مش عارف يديك مش فاهم يديك يديك مش فاهم بنينه. نعم نعم تعجبك الحرام مش مشكل، لا مش حرام بنينه، رغم ذلك بنينه حلوه، ما كانش فرق. وكل في اي دار تونسيه ولا اي مطعم تونسي ماكله بنينه، مش تلقى ماكله كل زي بعضها، ماكله ملاح. عجه لوبيا شي نحب ناكلها مثلا، صحن تونسي انا كي نجي ناكل يجيب لي السيرفور يجيب لي المنيو يقول له بعدوا عليا المنيو، انا جيت ناكل ماكله تونس، حاب ناكل ماكله تونسيه، ماكله شعبيه تاع تونس، منيو خليه ماس في منيو فيه فريت ما نحبوش، نحب ماكله شعبيه تونسيه. كله جيب لي كذا 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 وكذا وكذا وكذا. لا ما تلومنيش يعني، يبقى خوتنا التوانسه ونحبوهم ويحبونا، لك انا طحت في ظرف تاع ناس الله غالب عندهم مشاكل تعاملوا كيما بصح في الاصح كل ملاح، ما نعممش انا كان واحد مر بظروف يشوفني يتقلق ولا بصح ما نبقاو ديما خواه وحبابه، احنا مسلمين، احنا مسلمين عرب، بقى تونس عزيزة ومالينا وأهلنا ونسابنا، بقاو تونس أحبابنا. يعني يمكن هضرتك شوية على قبل يعني ما تلومنيش الله غالب، ممكن هذاك ظرفه كان في مرحلة كان ولا كان ما يش كيما نقول قلقني ونقلق، ما نعممش يعني من واحد ولا من زوج ما يهمنيش، بصح الأصل في الناس كل الحمد لله ترحب كلمة طيب، تعجبني كلمة طيبة في التونس يقول لك ربي معاك، حبيت تعجبني بزاف كلمة ربي معاك، يعني ربي معايا، أي ما يقولش في الأمان ربي معاك ستار، كلام مثقف، كلام فيه راقي، كلام مستوى يعجبني، حتى مع عزوزة ولا مرأة كبيرة يقولك ربي معاك، يعني أنت يقولك واحد ربي معاك تكفيك كلمة هذه ملاحة بزاف تعجبني ربي معاك الله معاك، كلام طيب كلام مليح. لا اش وحدي عائلة في الدار، عائلة مش يخدم تخدم مع الظروف هذه تاع كورونا عاد شوية هي مراتي تخدم. لا انا عادي لان انا ما عنديش فوق زوجتي ما عنديش حتى في هذه ما جيناش، ممكن كان لي جون صغار يجوا على يجي باش يروح للملاهي ويروح احنا لا، انا اصلا كي يجي تونس عاصمة مش نروح للحمامات ولا سوسه، لان نروح لسوسه نشوفها اوتيل وكاباري وانا ما عنديش لاني كبير وفوت في السن هذا فوت وصغير، احنا ذوك كبرنا وكبرت العقلية تاعنا، نشوف هذه حاجة تافهة يعني، ربي يسترنا ربي يحفظنا.